ولا زغلول زغزغليلو وابن ابو زغلول. شاي وشوف الهاني بتشرب ايه. انا اخد توماتو سوب وسلطه فيرت، سلطه خضراء كبيره، كتر الجرجير وطاجن نجريسكو وفيلي بوافر وطبق تلج كبير وقطنه. فندم طبق تلج وقطنه، كل الحاجات دي هتاكليها انت؟ ايه جاي من غير فلوس؟ وازاي تيجي من غير فلوس؟ تفتكري انا معيش فلوس وانا جاي قبلك ازاي؟ كويس، بس دول هزودهم على الحساب اللي عليكي. بعدين انا بقول ايه يا بكيزان، انت معاكي قد ايه دلوقتي؟ معايا كتير يا حبيبي قوي. انت ناسي انا كنت بحوش قد ايه من عشماوي بتاعك؟ ما تنساش كمان بابو ساب لي ايه؟ بابو اللي بابو سابهولك ده انا عارفه كويس قوي، الصحة والستر وفي حاجة غير كده؟ انما مدكينا بقى من ورا العشماوي دي اللي واسعة حبتين. ها عشماوي كان حلته حاجة، بدل انك انت قاعدة هتاكلي تحشوري في الاكل ده كله عشان توفري طاقة. طلعت اتلم ورحمة بابو هلبسك الكرسي دهوت في نافوخك، ما تنساش انا مين. انا متأسف، انا ما اقصدش يعني، انا قصدي سيبك الحاجات التافهة دي، قولي لي انت هتعيشي ازاي؟ ايوه يا اخويا، مش هغلب ابدا، انا عندي اصدقاء كتيره قوي، هعمل معاهم مشاريع كبيره ابدا، عمري مناخيري ما هتنزل الارض ابدا يا طلعت. التلج والقطن يا فندم. حطه. شكرا، استعجل لي الاكل. عمر يا فندم. ايه ده انت جايب لي ايه؟ هنجد مرتبه؟ مش معقول يا ربي، الوجع رهيب. بس كنت بتضرب العلقه اللي انا ضربتها دي. وانت بس اللي خلاكي تتخانقي مع واحده ست زي دي؟ طلعت عيب كده، تعالى افتح لي، انت ناسي انا مين؟ انا الهانم. تعالى، انت مش متر، انت 10 سنتي. وبعدين احنا في الشارع. خش اتفضلي، خش. ايه اللي عملته؟ الو ريستوران ماكسيم، ما فضلك قول لي المنيو ايه النهارده. ايوه استنى. اتفضل يا راهولي كل. تيبون بالشامبينيون. وياهم سلاد دوشيف وسوب. سوب توماتو سوب وانيون وراز وخرشو وحلو. لا كويس، في سلطات تانية جنبها تبقى خيار مخلل، زيتون، التبولة، الحاجات دي كلها. طب كويس قوي، بكام؟ لا كويس. في اومليت؟ اومليت بيض 5 6 7 بكام؟ في جنيحة فراخ تكونوا مستغنيين عنها ولا حاجة،
بتشوحوهم انتوا وتبعتهم لي. بكام؟ في بتبيعوا قطمط؟ قطمة بكام من فضلك؟ القطمة اخص عليك، قطمة رقبتك قليل الأدب. هاكل ايه دلوقتي؟ أروح أتسلب كده؟ أروح في النادي أقول لهم ادوني قطمة ادوني آكل؟ أقطم منين الأطماط؟ ليه يا رب عملت فيا كده؟ ليه يا مامو؟ ليه؟ أعدم توك ما افتكرت ألو؟ صفية! صفية! صف 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 صوفة! أنت فين يا حبيبتي وحشة؟ أنت ما بتسأليش عني ليه؟ أقص عليكي! أنت فين؟ بتتكلمي منين؟ من الزمالك؟ حلو! تجنني بموت فيكي. اسمعي، في سوبر ماركت اللي انت دايما بتجيبي لي منه شوكولاتات، فاكره يا صفيه؟ ما تحزنينيش. فوتي على مسيو مخالي هناك في السوبر ماركت وقولي له هاتي لي منه جبن اصناف الجريير والركفور والجبنه القريش والجبن كلها كلها كلها، وهاتي لي سومون فيمي. هناك هيقولك العلب بتاعتي ومعلبات وتونه وسردين وليمون لو لقيتي بره في الفكهان البراني بتاعه، وتجيبي لي كيسين ثلاثة أربعة مكرونه، لبن مبستر، لبن تجنني، وبقسماط وبيتي فور من الباتيسيري اللي جنبه ما تنسيش، وخس وخيار، خيار خيار ب 250 مش مهم، خيار تجيبي لي جزر كمان عشان يقوي عيني، عيني حولت خالص يا صفقي. هاتي كل الحاجات اللي ناقصاني. بومبا، سألي لي كده على بومبا، بوبم بوبم بتاعت البوتاجاز، اسألي هما فين البوبم. طيب طيب لو ما تلاقيش بومبا تعالي هاتي الحاجات دي كلها وتعالي وانا هحاسبك. ميرسي يا صفية، ربنا يخليكي ليا. ارفوار. صباح الخير يا فندم. معقول حضرتك تفتحي الباب بنفسك؟ معلش، بسرعه حضري لي الفطار وحاجه سخنه. ها حاضر. ماشي ماشي، حكمتك يا رب. عجبوكي كده؟ مش بطلين يا صفية. فين الفوشيا؟ وصيت عليه يا فندم على لون الفوشيا. عاملة ايه يا صفية؟ الحمد لله. ده انا اللي عايز اسال حضرتك من الصبح عامله ايه، بس خجلانه يعني. انا زي البوم، مفيش احسن من كده. الحمد لله. عايزه مني حاجه؟ لا ابدا. لقيتي شغل؟ شغل يا فندم؟ بعد حضرتك ما اقدرش اشتغل عند حد تاني ابدا. بصير. وانا كنت عامله حساب للزمن برضه ومحوشه قرشين، وكنت مشتريه حته ارض في المطريه مطلعه عليها دور وعملت فيها دكانين، فتحت منهم واحده عملتها بوتيك. بوتيك؟ اي. وبتجيبي بقى مستورد؟ مستورد ايه يا استهانم، كله محلي، بس كلمه بوتيك والبضاعه حلوه بتخلي الناس يصدقوا ويدفعوا. شربات يا صفية.
شمعت وانا اعلق والحمد لله اهي ماشيه. الحمد لله. بتكسبي؟ الحمد لله يا فندم، مستوره والحمد لله. عن اذنك بقى لحسن سايبه المحل لوحده. طيب. افوتك بخير يا استاذ هانم. ما قلتليش. نعم. حساب الحاجه اللي انت جبتيها لي كام يا فندم؟ خيرك مغرقني. معقوله يا صفيه هتبقشيشي عليا يعني؟ يا فندم ما يصحش. خدي من غير ولا كلمه، خدي يا فندم ما يصحش. 5 جنيه اهم بحالهم وخلي الباقي عشان امرك يا استهانم. مقبوله منك. مبسوطه؟ الحمد لله يا استهانم. صفية. نعم. ايه؟ اسألي علي يمكن اعوز حاجة. عينيا الاتنين. حاضر. بونسوار عليك. وعليكم السلام ورحمه الله. طلعت بيه جوه؟ ايوه يا فندم. ايه ده، انت مش كنت قاعد؟ مالك طولت ليه؟ خش قول له بكيزه هاني موجوده. اتفضلي استريحي لحد ما يديله خبر يا فندم. لا انا ما اقدرش، مستعجله. هو مش فاضي يا فندم وعنده ناس، لما يخلص هبلغ سيادته. يا سلام، وانا هستنى بقى لما يخلص. اتفضل قول له اللي انا قلت لك عليه، نفذ الاوامر وبس. انت هنا علشان كده وما تشوحليش كده بايديك. بس مفيش بس، انت هتبسبس لي؟ لو انت ما دخلتش تقوله ان انا هنا هدخل عليه. انا دماغي وجعني، عندي صداع. عارف يعني ايه صداع؟ طبعا عمره ما بيجيلك الصداع ده. حسيتش فيه لانك طويل. يلا موضوع ده سعادتك حل. وما تقول له ان بكيزه هانم في هنا اهوت. انا هدخل عليه وهخلي نهارك ابيض في الساعه. عيب. في ايه الصدع اللي بتعملها دي؟ في ايه؟ اهلا يا بكيزه هانم. بصوار يا فندم. اهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله خير. في حاجه؟ ايه قدام الناس دول وبصيت وحش قوي. طيب على الباب. طيب اتفضلي. عارف احترامي. اتفضلي يا بكيزه هانم. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. علي خدوا راحتكم. ازاي بنتك؟ تعالى تعالى طويل التيل. تعالى 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 وطي طويل قوي. فنجان قهوه سكر زياده. مش ممكن انت هتاكلني؟ مش معقول ابدا بلاكار غير مبيض. اتفضلي يا بكيزه. اتفضلي يا فندم. مامو بكيزه هانم اتفضلي استريح. اتفضلي استريح. اتفضلي استريح يا بكيزه هانم. اتفضلي استريحي. الو. معلش يا فتحي بيه، انا اسف. اتفضل حضرتك كمل. معلش استاذن انا وافوت عليك مره ثانيه. يستحسن. يستحسن ايه حضرتك؟ دي الجلسه بعد بكره ان شاء الله، يا دوب اقدر الحق اكتب مذكره واحطها في المحكمه. اصل اسمع، يمكن هو عايز عايز يا بكيزه هانم شغل ولا حاجه. ممكن من فضلك يا بكيزه هانم، ده شغلي. سمحتي من فضلك، احنا مش هنتاخر، احنا 5 دقايق كلها ونخلص يا فتحي بيه. انت مش عربيتك لبني مكسره مدغدغه من ورا؟ الونش شالها. قوم بسرعة، الشوارع مزحومة جدا والناس فوق بعض والمعازيز والخيول والحاجات دي تحت فوق بعض، راكبين بعض كله. عربيتك اتشالت، لو ما لحقتهاش الونش هيشيلك معاها.
استحسنين بعد اذنك يا مت هفوت عليك بكره ان شاء الله. طيب يا فتحي ان شاء الله هتيجي في انتظارك. ان شاء الله. انا اسف. مع السلامه. السلام. مع السلامه. مع السلامه. حفظ الله. مع السلامه يا فتحي. طبيعي الحاجات اللي بتحصل دي. لابس بطانيه القهوه. استعجل لي القهوه يا طلعت بيه. قول لي يا ابني انت شايفني وحاسب مني؟ انا عايز افهم حملك جنيه تاني وجاي عشان اضمنك ولا ايه؟ لا امال عايزه ايه؟ مش معقول المقابله دي ابدا يا طلعت. مقابله مش عاجباكي؟ عاوزين اعمل ايه؟ افرشك الارض رم؟ ارمي لك ورد؟ ابعت اجيب لك مزيكة حسب الله؟ اوه ايه مسيو حسب الله ده اللانكل بتاعك؟ انا ما بيعجبنيش غير الميوزك بتاعت القرب عشان بتنفخ المخ. انت ناوي تودي المورستان برجلية؟ مش ممكن ابدا. هدي نفسك عشان نقدر نتكلم. هدي نفسك اطلب لي القهوة. حاضر اطلب لك القهوة. ادخل. اتفضلي يا فندم. غسلت ايديك؟ اي خدمة تانية بيه؟ تشكري في البابورات. تشكري قوي. ما شربتش قهوة من الصبح. الكوفي عندنا زفت. استغفر الله العظيم. خلاص؟ لسه. غمض غمض ما تشوفنيش. غمض. احنا بنلعب استغماية يا هاني. في ناس قاعدة برا ورايا شغل ورايا عمل. مش معقول. روق نفسك عشان نقدر نتكلم. هخلص ونتكلم. جميل جميل وبيعدل المخ. افندم. نعم. خلاص اهو فاضل الاخرينتين دول. وريني يا هاني وريني. وريني قاعدة ثانية واحدة. وريني يا فندم. ايوه شكرا. ايوه هاني في ان شاء الله. اتفضلي. برضو ولو انا عايز افهم انت عايز ايه؟ خلصيني. عندي ناس زباين قاعدين بره ما يصحش اللي بتعمليه ده. هدي نفسك. هدي نفسك وانت بتكلمني. شوف شوف يا متر، انا عايزه اعمل بيزنس وانت تمسكهولي. بيزنس امسكهولك بايه؟ بايه يعني ايه؟ من ايه؟ القصر بتاعي طبعا استغله اعمل فيه مشروع كبير زي بوتيك. بلاش القصر، اروح ادور على محل وافتح بوتيك زي صفيه الداده بتاعتي عملته بوتيك. اعمل جالوري زي جالوري لافايت في باري. اعمل اتيليه حاجات من الحاجات دول. شوف اقول لك حاجه، انا عارف ان صفيه عندها محل ملابس جاهزه بتشتغل فيه. طيب. وده طبعا كانت جايبه فلوسه اللي كانت محوشاها من ايام ما كانت بتشتغل عندك. هي عشان صفيه كانت بتشتغل عندك وحوشت قرشين فتحتيه محل هتشاركيها فيه؟ دي خريبة أو مش قادر أفهم له معنى. سوي لي حاجة تانية. هتعملي مشروع بيه ودي عيلتك حاجة. دي عيلتك الأبيض ولا أسود؟ لا عيلتك من إيه؟ لا لا مش كده أبدا. دي الحقيقة اللي بكلمك فيها. المشروع اللي في القصر ده محتاج لرأس مال. لا عندك مليم عشان تدفعي فيه، محتاج لشريك. هتجيبي شريك منين؟ تجيبي شريك عشان تجننيه وتوجهي للسرايا برجليه؟ لا ده أنت اللي تجنن؟ ليه؟ عشان بقول الحقيقة اللي تعباتني ولا إيه؟ حاجة تانية، هتقولي اشتغل عندي. انا ما بشتغلش عند حد ما يدينيش فلوس. انا احب اقبض اتعب اخد عرق اخد فلوس، مش ان اسفقناكم. سوي لي حاجه تانية. انا عاوز افهمك وتحط في دماغك اللي هقوله لك ده. هوت انا ما عنديش فلوس. كوني جايه فاهمه ان انا شاكك. انا ما بشاركش حد وكمان عشمه وبيقلي. شوف اسمع طلعت، ابعد عنها حفاظا على صحتك. نعم. لا امبوسيبل. امبوسيبل يعني ايه؟ يعني ايه يا طلعت؟ انا فاهمك يا هانم بس بالهداوه. لا 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 مش باللي انت بتعمله ده. مش هيحصل. افهميني بالراحه وافهمي اللي هقوله لك وانا حفيدك كويس. حاضر. حضرتك مش بتعرفي لغات؟ ايوه انا بعرف فرنساوي وانجليزي وصومالي وهنجاري وكوالالمبوري. جميل. من اول اللي قلتيهم دول لغات الكوالالمبوري ايه؟ شوفي تروحي تشتركي لك كتابين، كتاب في الانجليزي وشوف كتاب في اللامبوري وفي كتابة المسائل اللي تقوليها دي كلها دي، وتاخدي بعضك وتروحي على المناطق السياحية. خريطة الجغرافيا قدامك وحفظتي الكلمتين بتوع الآثار وتقفي تشرحي للسواح. هتكسبي في الحكاية دي 40 50 جنيه كل يوم. نو امبوسيبل. أنا أرجع تاني أقول من أول الألفا بي وأبتس جحن. لا يمكن أقول جحن تاني لأنها بتبقى صعبة عليا. أجيب السنين اللي فاتت دي وأفتح كتب وأعمل كده. لا يمكن اللي أنت بتقوله ده. ممكن إيه؟ لازم تجيبي دول ولازم تشتغلي ولازم تتعبي وتعرقي وتشقي عشان تجيبي أكل عيشك. أمال هتعيشي إيه؟ سفلاء؟ لا عيب. عيب اللي أنت بتقوله دي.
خلصت خلاص. اولا انت نسيت انت بتكلم مين واهل مين وعيلتي مين وانا كنت متجوزه مين وانت كنت بتشتغل عنده ايه؟ محامي جوزك. لا انت عارف كويس قوي محامي كنت بتعمل ايه في السرايا عندنا. بعمل ايه عندكم في السرايا؟ لا تعالى هنا وروح هنا وهنا كنت ولا كلمه ولا بم. واجبي يا هاني كنت بعمل شغل. لا مش شغلك اتفضل اقعد لغايه ما اخلص كلامي. انت نسيت خالص ولا ايه؟ اسمع اسمع كويس يا متر انا لا يمكن هنزل لتحت ابدا ولا يمكن هنهار ولا يمكن همد ايدي لاي حد واشحت واقول لله انا فوق فوق خالص ست هانم وهفضل ست الكل غصب عنك وعن عين امثالك اللي زيك يا نص متر. مع السلامه يا بكيزه هانم. مع السلامه يا بكيزه هانم. عمري ما هكلمك خالص. الأبوكاتو ده خسرني كل الأواضي بتاعتي. تعال هنا يا أبو كرافتة بيض خالص. أنت لابس بيض لسه شامل النسيم. أنت قضيتك إيه؟ شيك بدون رصيد. هتتشنق إن شاء الله إعدام. هنشنق؟ أيوة وأنت هتروح وياه مؤبد إن شاء الله. وأنت رحتي بداهية. إيه؟ مالك محول لي ليه؟ حاسب لا تدخل في الحيطة وأنت ماشي. ده كنصيبة. بيت محمد بيه العشماوي الله يرحمه. ايوه هو. وسيادتك بكيزه هانم الدرمان اللي الله يخليكي. ايوه انا. راحه فين؟ داخله فين؟ داخله نام. بيت ابوكي؟ ايوه صح ده بيت ابويا. ليه؟ ابوكي مين؟ انا زغلول محمد العشماوي. فين الأودو كولوني؟ فين الأودو تواليت؟ أنا معلمش أستنى فين التلاويت كنت لفعتك على قلبي
اسمها زغلول محمد العشماوي. يا دي الحومه اللي ملهاش حومه، كل ما اقولها زغلول تقولها وتديلك. قومي يا ست الله يخليكي، قومي يا ست انا مش ناقصه قضايا. يا ست قومي هسكعك بالبنيه بقى. يعني ايه تسكعيني دي؟ انا زغلول. انتي زغلول؟ انا زغلول. اشتولي كده من بدري. الحمد لله. اهلا. انا استاهل. اهلا. شيلي نفسك شويه. حاضر يا ست. تعالي. نعم. تعالي معايا. حاضر يا ست. اساعدك. يا سلام. ميرسي. تعالي، ده انتي عموره قوي. تعاليلي. تعالي يا ام علي. مش هنخش؟ لا تعالي الاول. تعالي انا اقول لك حكايه تجنن. عارفه الحكايه دي ايه؟
كده شفتي بطاقتها؟ اسمها ايه؟ زغلول. حاجه غريبه قوي. طب بقول لك اسمعي، اشغليها كده على بال ما اجي. ايوه قولي لها انك انت اللي هتبلغي البوليس، واعملي نفسك انك انت بتطلب البوليس. ايوه ايوه احسن، دي لو كدابه ممكن تهرب. اي انا جاي على طول، مع السلامه. ايوه بوليس النجده، انا بكيزه هانم الدرمالي. ايوه شارع الدرمالي وفيلا العشماوي نمره 5. ميرسي يا فندم قوي. هتمشي من هنا ولا خلي البوليس النجده يجي يمسكوكي ويخنقوكي ويعدموكي؟ طب بس كلمهم قبل ما يقفلوا السكه في وشك. يلا. الو، من فضلك، في واحده هنا تهجمت عليا ودخلت الفيلا. ايوه، وكانت عايزة تموتني وتسرق المجوهرات بتاعتي. لا لو سمحت تيجوا تشدوها. ايوه وتشنقوها. طيب متشكرة قوي، انا منتظر. اورفار يا فندم. هيجوا دلوقتي يقطموكي. يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي. يا بوليس تعالى الحقني شوف اللي جرالي. انت ايه جبله؟ ما عندكيش دم؟ اخدلك بقين شايه السله قبل ما البوليس يجي. منك انت يا ربي، مش ممكن ابدا في حاجه كده، مش ممكن. لا ده شاي حلو. تعال تعال اخدلك بقين قبل ما البوليس يجي. تعال. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بقلب الشاي. بتقلبيه بعصايه؟ امال هقلبه بصباعي يعني يتسسع؟ الدبسي عادي، الدبسي بشوقك بشوقك يا مرات ابويا. يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي. انت بليز زهان. انا طلعت. ادخل لوحدك. ايوه بس صبرك بالله افتحيه. ما هو مش كمان قصور تسيبونا نعشف في البرد؟ يا دخلونا يا تخرجونا يا تجيبونا البوليس ولا النيابه ولا شبه تعملوا ايه في الليله الزحل دي؟ شارع خلاص. انت انت تبوظت كده خلاص، وتعيش موجوده كده خلاص. خش. لا انت كنت عايز تدخل البنت دي؟ ما تدخلش، انها حراميه. ما تخافيش يا بكيزه هاني، ما انا معاكي. هيجرى ايه؟ لا ما تخافيش عليا، انا اتفضلي خش خش وسكت على الكعبه. خش. منظرها ابعد ابعد. انسى يا ابن ناس. ايوه كده، توهونا يتويكوا ربنا في جنته. شفت تلاقي حجتك؟ اتفضل اتصرف اتفضل. شوف يا بنتي انت ما فاهمك. انا بقى تعدي كده هتقعدي. انا بقول لك حاجه فاهميني كويس قوي، انا محامي، محامي قديم ووعر وفاهم الدنيا كويس قوي، دارس قانون ودارس الحياه كويس قوي. مفيش محكمه ما دخلتهاش، مفيش اسم ما شفتوش، مفيش تخشيبه الا ما بصيت عليها وعرفت كل حاجه، عززت وفهمت كل حاجه. شوفي صفه الغتاتة والتباتة والنباهه والرزاله. تصحي معايا تفهم اللي هقوله لك كده وتفهميني كويس قوي، فهماني؟ انت مالك نفخش دقك كده ليه؟ بتهتني ولا ايه؟ انا مالي، انا كنت محامي ولا مباض محار؟ مالك يعني ايه؟ لا ده انت مالك ونص وربع كمان. انت مين؟ انا زغلول محمد العشماوي. صح، ومالك زغلول؟ ادي اول كلمه قفشتك فيها. في واحده ست اسمها زغلول؟ بقالي 25 سنه برد على السؤال البارد ده، كل واحد يستخف دمه يقول لي في واحده ست اسمها زغلول؟ انا واحده ست واسمي زغلول، زي ما في واحد راجل اسمه عفت وعطيه وامال وسوسن وفتحيه، في واحد اسمه فتحيه. خلاص خلاص انت هتكتفي؟ هتخطبي لي؟ معاكي ما يثبت؟ هو ده كلام معايا ما يثبت؟ يعني جاي في جمل. انا معايا بطاقه وشهاده ميلاد وشهاده الاعداديه والموقف من التجنيد وكله. تجنيد؟ انت هتهرجي ولا ايه؟
ليه هقرب ليه من الصاحبين ولا ايه؟ اصل انا بعد ما هربت من الملجأ. ملجأ؟ من الملجأ. ملجأ ايه؟ ما انا هربت من الملجأ، قمت رحت ايه اشتغلت في قويسنا. قام واحد خفيف الدم راح بلغ العمده، قال له في واد اسمه زبول هربان من التجنيد. راح حلوني على اداره التجنيد، ما زبونيش الا لما الدكتور كشف عليا، كانوا فاكريني مدكنه. اي مدكنه ايه مدكنه؟ خشي في الموضوع. معاكي ما يثبت الاوراق والرقان. معاه سعاده البيت، ثواني بس اكمن ايه الصبر جميل. قول بدا. لا لا مؤاخذه، دي لزوم الحمام بتاعي يعني. انت بتستحمي انت؟ انت بتستحمي؟ لا بيقشروني. طب انا فضل خيرك بروح كل عيد حمام التلات واكحت بالحجر. تتحدي وتتحدي ايه؟ خلصي ايه تتحدي وتتحدي؟ هات الورق خلصين. طيب صبر جميل. مش في رحله بقالي فتره والحاجه مدكنه في بعضيها؟ ادي البطاقه. هاتي. وادي شهاده الملجا. وريني. وادي شهاده الميلاد. وريني. وادي الاعداديه. هاتي. عاوز ايه تاني؟ بس كفايه. ايه مظبوط صورتي في البطاقه ولا مش صورتي؟ ايوه مظبوط مظبوط تمام. بس ازاي الكلام ده؟ عشان الله يرحمه كان مفهمني وكنت عارف كويس قوي ان هو مخلف ولد مش بنت. انا فاهمكم بقى يا سعاده البيت، ولو انها حكايه طويله كل ما اتزنق في مزنق احكيها. اللي اعرفه يا سعاده البيت ان ابويا ما كانش يعلم ان انا بنت، كان عارف ان انا واد. اكمنه كان متجوز امي على سنه الله ورسوله بس مكتب عن اهله يعني، منها فلاحه وغلبانه وقاعده في الارياف، وهو زي ما تعلم سعادتك وزي ما تعلم الست الهانم انه كان راجل عنده اطيان ومصالح وغني وحلو يعني. قوم ايه لما انت حاطه ايدك على مناخيرك ليه يا سيدي؟ مالكيش دعوه انت الريحه. طب ما تجيبي بوصه. يلا المهم ام ايه جت قربت تولدني يعني. قوم بعتت له يا سعاده البي مليون رساله عشان يجي يكتبني يسجلني يعني. جه وكان معاه واحد راجل غتيت ورازل كده وسقيل. معلش خلينا في الموضوع، خش في الموضوع بلا غتيت بلا رازل. المهم يعني ان ايه ام ولدتني. عندنا السهانم في الارياف عاده بايخه وسقيله. ايوه. قالت دايه لما تيجي بنت تقوم تخرج تزعق في وش الراجل تقول له واد واد عشان ما يزعلش اللي جنبك. يا سلام. امال قوم ابويا عرف ان انا واد. قوم ايه بقى يا سعاده البي؟ الراجل الغتيت الرزيل السائل اللي كان واقف معاه ده خشي في الموضوع. استعجلوا يعني. يعني في الهرج والمرج سجلوني على ان واد وابويا ما يعلمش ان بنت ولا كان حط عينه عليا. ما فيش شهرين يا سعاده البي كان ابويا بقى رحل وما شفناش وشه خالص ولا نعرف هو فين. بعد شهرين قامت الحرايق في البلد، مسكت من سطح بيت لسطح بيت، جابت بيتنا وبقى فحمه. امي نتعتنا على قلبها وهجت بيا يا ست هاني. مشيت بلاد تشيلها وبلاد تحطها لحد ما تعبت وهي شايلاني لا بيت ولا مأوى ولا أهل ولا راجل. انت يا ست حاطه الحرمله دي على وشك ليه؟ انت مالك ومالي؟ انت مالك ومالي؟ سيبيني. اما تجيبي بوس مش ممكن البنت دي فيها حاجه. كملي. المهم يا سعاده البيه امي فضلت ماشيه بيا لحد ما جت لها حمى النفس. النفاس دي يعني. ويا عيني راحت ميته في السكه وسايباني جنبها عمري شهرين بمقط في الارض كده ومعايا بؤجه فيها ورق ابويا. ففوتت راجل ابن حلال يظهر كان يعرفنا ولا حاجه، شالني على كتفه وخد البؤجه اللي فيها الورق وراح سلمني فين؟ في الملجا. كبرت وشبيت يا ست هانم في الملجا وسالت المشرفه لما كبرت، ايه يا ست انت مالك عندك ده ليه؟ ها؟ سلمت خلاص. ليه؟ لا مش عايزاكي مش عايزاكي خالص. الحق الحق يا طلعه. وبعدين كملي خش في الموضوع. وبعدين الراجل حكى للست المشرفه كل حاجه ومشي. اما كبرت سالتها تعرفيش حاجه زياده يا ست؟ قالت لي لا. الراجل قال الكلمتين دول ومشي، خد في وشه ما رجعش تاني. انا زياده في الطمانيه سعاده البيه معايا صوره اديها لسعادتك. الله الاقيها يا رب والنبي الاقيها. ازيك يا بتحاوي شايله ايه؟ هي سعاده البيه ابويا وهو بيكتب على امي والمأذونه اهو، وده مصورات المولد بقى راح مصور لهم الصوره دي. هم اهو ابويا اللي قاعد ده، شو ده ابويا؟ ودي الست امي بقى الله يرحمها. الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها. طيب قولي يا زغلول، قولي لي يا زغلول. نعم. قولي لي انت عرفتي طريقنا منين؟ والله يا سعاده البيه حكمه ربنا وقدرته ورغبته. انا في يوم من الايام بشتري كوزين بطاطا، الراجل لفهم لي في ورقه جورنال. استنى ما اوريهالك كمان راخر وريني. اهي ورقه الجورنال دي اداني فيها ايه كوزين البطاطا. لسه بنخر بصباعي في الكوز لقيت لك النعي ده. بقلب الصفحه يا سبحان الله يا سعاده البيت، شوف بقى الناحيه دي
لقيت لك الإعلان ده، زغلول عود لوالدك محمد العشماوي الذي طال بحثه عنك. شوف يا سعادة البيل العنوان اللي في الإعلان، هو نفسه العنوان اللي في النعم. أيوة بس أنا ما عملتش الإعلان ده. والله يا سعادة البيل كان أبويا هو اللي نشره، أنا قلت لك على الحقيقة والباقي عند الله بقى. ايه ده؟ هو عمل الإعلان من وقاير؟ شيء غريب جدا. أنا يستحيل، مش ممكن أقعد مع الشرشوعة دي في بيت واحد. بقولك ايه؟ ايه؟ الأدلة دي كلها بتقول إن هي فعلا بنت العشماوي. طب وأنا أعمل ايه؟ مفيش حاجة اسمها تعمل ايه؟ لازم تستني الواقع. الورث بيقول كده، اللي كاتبه بيقول كده. لا يمكن. لا دي شركتي كمان. انا ما اعرفش شركتك بالنص كمان يا بكيزه. انا من فضلك ما تخش اسمع صوتنا مع بعض. دي شركتك بالثلاث ارباع وانت الربع بس، ومحققها تعيش معاكي في القصر. بعد ما كنت عايشه فيه لوحدي هنا هو متمتعه بيه، وحتى بعد ما راح العفش والسلوتهات بتاعتي والبيجوهات والتحف اعيش معاها وتاخد كمان الثلاث ارباع وانا الربع. العقد بيقول كده، شوفي العقد بيقول كده. وعايز اقول لك حاجه كمان، تقدريش تصرف القصر لوحدك ابدا، لازم هي تتصرف معاك. اذا حبيتوا تبيعوا تبيعوا التالت وهي معاكي. فهماني ولا لا؟ انا خايفه يا طلحه. شوفي خايفه منها قوي. ما تخافيش، نصابه كدابه. ما تخافيش انا هقول لك حاجه، بنتي خلانه ومسكينه. سيبي اطلعي كده مستريحه. انا وهي هنا عايشه انت فوق، وسيبيها هي قاعده تحت. اهي تعيش هنا تتسلى وتسليك وتخدمك. كلمني كل شويه بالتليفون. هكلمك وانا هقفل عليا كل السويت من اوله. ماشي يلا، تصبح على خير. هنزلك يا